للحديث أكثر عن جرائم الميليشيات في العراق، من بينها جريمة الإخفاء القسري التي أصبحت ظاهرة وقد تزايدت بعد اندلاع ثورة تشرين. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. ذكرتم في تقرير صادر عن مركزكم أن ميليشيا الحشد تغيب ناشطين معتقلين في أماكن مجهولة، هل من معلومات أكثر عن عمليات التغييب وأسبابها؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. منذ بدء الانتفاضات 1 تشرين الأول 2019 تعمدت هذه الميليشيات وبأوامر من الخارج ولا سيما من إيران وأيضا الأحزاب الحاكمة في بغداد بأن تنتهج هذا النهج اللا إنساني تجاه التظاهرات حتى تغيب هذا الصوت الوطني الداعي لإلغاء العملية السياسية وإلغاء الحكومة وإلغاء جميع مظاهر هذه العملية الفاسدة التي سلطت على رقابه منذ عام 2003 وإلى اليوم. وبالتالي هذه عمليات الإخفاء القسري يعني كانت السبب في كثير من معاناة المدنيين والمتظاهرين على حد سواء، فتسبب هذا الإخفاء في الضرر في عوائل الناشطين وأيضا في نفوس المتظاهرين في الساحات، ولكن مع هذا النهج غير الإنساني ما زالت التظاهرات مستمرة وما زال الناشطون يؤكدون على استمرارية المرصودة. أستاذ عمر، هل من أعداد مرصودة للمغيبين سواء من الناشطين المعتقلين أو من الذين اختفوا قسرا؟ نعم، هل من أعداد مرصودة لديكم؟ نعم، يعني إلى الآن يعني المركز وثق أكثر من 65 حالة للناشطين في التظاهرات، وأعداد المتظاهرين أكثر بذلك من كثير، وعمليات الإخفاء القسري لغير المتظاهرين منذ عام 2003 وإلى اليوم، وكما هو مصرح في المنظمات الدولية، من 250 ألف مغيب إلى 1 مليون مغيب، وهذه الأعداد هي مهولة جدا، والمجتمع الدولي يراقب هذه الأعداد ويذكرها في تقاريره، ولكن دون جدوى من هذه التقارير بسبب أن هذه الإجراءات الدولية تجاه هؤلاء المغيبين لم تجدي نفعا ولم تقدم شيئا لهم إلى الآن، فما زال المغيبون في غياهب السجون السرية والسجون الحكومية إلى الآن. طيب، كيف تنظر إلى التجاوب الدولي مع ما يجري من انتهاكات من تغييب قسري داخل العراق والتي ازدادت وتيرتها بعد اندلاع ثورة تشرين؟ يعني في أكثر من تصريح وإفادة، يعني مثلا المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت قالت أن العراقيين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان. كيف تنظر يعني إلى التجاوب الدولي لوقف هذه الانتهاكات؟ التجاوب ضعيف، وحقيقة أن التقارير تقدمها هذه المبعوثة إلى الممتحدة تفتقر إلى العديد من المصداقية وتفتقر إلى الكثير من الدقة في التوصيف ومعرفة مصير هؤلاء المغيبين ومن هم الذين يقومون بهذه العمليات، ولكن هي باستطاعتها إذا ما قدمت تقريرا مفصلا بالأسماء وبالهيئات وبالشخوص العينية التي تقوم بهذا التغييب القسري وتقوم وبإفراز كما ذكر المركز في أكثر مرة مواقع هذه مواقع الاحتجاز والأماكن السرية اللي هي الميليشيات، وأيضا الحكومة إذا ما كانت هناك يعني ولديها الصلاحية في ذلك، فإن على المجتمع الدولي القيام بإجراءات عاجلة لمعرفة مصير هؤلاء من خلال هذه الأماكن. وعندما أقدمت هذه نبهنا يعني قبل فترة ومن خلال شاشتكم الموقرة أن هناك سجون سرية في اللطيفية وفي جرف الصخر وفي مناطق شمال بغداد. هذه عندما ذكرنا هذا يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لمعرفة مصير هؤلاء، وهل هذه المعلومات صحيحة، على الرغم من هذه المعلومات جاءت من مصادر موثوقة من داخل الجيش الحكومي ومن داخل هذه المصادر هذه الوثائق. نعم أستاذ عمر الفرحان، يعني هذه الوثائق، هذا التوثيق يؤكد بالتأكيد جرائم الميليشيات ضد الحراك السلمي في العراق. إلى أي مدى يمكن أن تستفيدون من هذا التوثيق لملاحقة الفاعلين في هذه الجرائم؟
نعم، كما أشرت قبل قليل أن هذه التوثيقات هي مهمة بشكل كبير للمجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة وأيضا المحكمة الجنائية الدولية، فهذا الملف في نظر الجميع هو ملف مهم والجميع يتعامل به بشفافية كبيرة، وهذا التوثيق يشكل حلقة الوصل ما بين المجتمع الدولي وما بين الانتهاكات الجسيمة في العراق، وبالتالي هذه التوثيقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذه المنظمات وهذا المجتمع الدولي حتى يتسنى لهم الوصول إلى هذه الأماكن السرية بأسرع وقت. ونلاحظ أن هذه وهل يصعب على المجتمع الدولي أن يصل إلى هذه المناطق؟ بالتأكيد لا يمكن، يعني لا يصعب عليها الوصول إلى هذه المناطق إذا كانت هناك يعني إرادة دولية وهناك يعني أمر قانوني دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومن قبل مجلس الأمن وأيضا تفويض من الأمم المتحدة في السماح لهذه المنظمات بالوصول إلى هذه الأماكن السرية بشكل عاجل، فهنا يمكن أن تكون هناك حلولا ناجحة وسريعة لمشكلة التغييب القسري في العراق. طيب أخيرا أستاذ عمر الفرحان، يعني في إطار رصدكم ومتابعتكم لما يجري على الساحة في العراق والمشهد من عمليات خطف وتغييب قسري واعتداء على المتظاهرين، إلى أي مدى ترى أن هذه الانتهاكات قد أضعفت الحراك الشعبي السلمي المستمر منذ 6 شهور؟ لم تضعف هذه التحركات وهذه عمليات الاغتيال وحتى عمليات التغييب القسري للمتظاهرين للتظاهرات في العراق، وبالعكس زادت من إصرارهم وتقدمهم وتمسكهم بهذه التظاهرات وتمسكهم بالمبادئ والمطالبات المشروعة لهم في هذه الساحات، بأنه هناك جهة تقوم بتغييبهم وهناك يعني الحكومة متواطئة في هذا الأمر، ويجب على الجميع أن يقف وقفة واحدة مع هؤلاء المتظاهرين ورصد هذه الانتهاكات والاستمرار بمطالبة استقالة الحكومة وإلغاء العملية السياسية والدستور الذي شرع لهذه الحكومة والميليشيات قتل المدنيين واختطافهم بصورة غير مشروعة. من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا لك.